السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم من الدورة الخامسة لمهرجان أجري بلازا في مدينة الإسكندرية، والذي تنظمه للعام الخامس مؤسسة عالم الزراعة المهندس خالد أمين. النهاردة أنا هكون سيلكتف قوي، يعني مش هختار كل حاجة أصورها، إنما أصور اللي تقع عليه عيني واللي انا عارف ان انتم محتاجينه. النهاردة انا بزور فرع مؤسسة نيو ستار للبذور والاسمدة في المعرض، ويسعدني ان انا التقي المهندس محمد الديب، وهو احد السواعد والعقول المفكرة في هذه الشركة، واسأله سؤال زي جوان محمد صلاح. انا شايف صنف طماطم 28، وادى الحباية بتاعتها. اول ما شفتها قلت له يا باشمهندس الطماطمية دي بتفكرني بزيرو 23. قال لي نعم، هي نفس الموضوع، لكن احنا متفوقين بقى. متفوقين ازاي يا باشمهندس؟ متفوقين في الانتاجية، بالنسبة للانتاجية، وبالنسبة للصلابة، وبالنسبة للون. يعني اللي انا اعرفه عن الزيرو 23 ان هي فيها مجموعة من الصفات اللي احنا بنسميها اجهادات نتيجة معاملتها بجينات معينة، يعني مثلا 65 يوم مبكرة الانتاج، وده نوع من الاجهادات. طيب اللون الاحمر الداكن الفائع اللي زي ده، وده نوع ايضا من الاجهادات. العقد الحراري، وده نوع من الاجهادات. مقاومة فيروس تجعد اصفرار اوراق الطماطم اللي بتجيبه الذبابة البيضاء، وده نوع من الاجهادات. التحملات، وهو التحمل ما هو الا اجهاد. تمام. طيب حضرتك الطماطمية دي اللي هي 0.28، البذرة بتاعتها جاية منين؟ البذرة بتاعتها اساسا محمد، بذرة ال 28 منين؟ بذرة 28 منين؟ من اوروبا. من صربيا. جبتوها انتوا وكلاءها نيو ستارز، شركة نيو ستار هي الوكيلة الصرف. طيب مجرب في مصر من كام سنة يا باشمهندس محمد؟ مجربة دي تالت سنة. تالت سنة. انتوا عندكم اعتقد مشات الخاصة بيكم، مشات في الخطط، يعني انتوا بتدخلوها المشاتل بترقدوها وبعدين بتطلعوها صوامي، وبتطلع بذره برضه المشاتل، بتطلع بذره المشاتل. بالظبط. توزيعكم منها قد ايه؟ توزيع بقى مع المحاسب. مع المحاسب. يعني نتكلم فني بس. نتكلم فني. طب ما هي المميزات اللي هتعود على الفلاح من استخدامه 0.28؟ لان 0.23 احيانا بيبقى فيها ازمه وبتحصل لمزايدات، وسعر الباكت بتاعها بيطلع لارقام فلكيه، والناس كلها بتجري عليها، ولما بتتضرب ما بتعرفش ان الفلاح هو اللي ضربها بايده، لانه نازل رش ليل ونهار على الذبابه، فبيعمل اجهاد اضافي، اجهاد كيماوي، فيحصل انه الجين الاضعف ينام في الخدمه فالطماطم تفيرس منه، وبعدين يروح يقول ده جعره واللي جابه وحش، وجعره بريء تماما. خدت بال حضرتك؟ فانا عاوز اعرف ايه الميزه اللي هنا اللي ممكن تساوي او تتفوق زي ما حضرتك قلت على ال 23. الميزه اساسا ان الصنف اساسا كانتاجيه اعلى من الصنف الاخر، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه للصلابه متميزه، بالنسبه للون متميزه، بالنسبه للسعر احنا اميز. يعني السعر قليل، وده رقم واحد. رقم اتنين الانتاجية أعلى. رقم ثلاثة صلابة الحباية الشيلف لايف هنا أعلى. تمام. اللون الأحمر داكن أكتر. يعني إذا أنت عندك كده أربع ميزات في حاجة واحدة. وفي كمان عندي ميزة إضافية بالنسبة للشجرة، كل الثمار بتاعتها تحت العرش. تحت العرش، لا تتعرض أبدا للقطعة الشمس. تمام كده؟ وديت ميزه جدا ممتازه جدا في الجو الحار اللي احنا بنكون فيه شهر 6 و7 و8. طيب خدمات ما بعد البيع لشركه نيو ستار،
مع الشتلة، هل بتقدموا برنامج الدعم الفني ولا بتسيبوا الناس تزرع وبس؟ لا لا لا، بنزل انا شخصيا على اي منطقه على مستوى مصر كدعم فني. اي حد يحتاجني في اي حاجه كدعم فني، برنامج رش، برنامج تسميد، اي مشكله عند اي مزارع بنزل. انا اتعامل مع حضرتك كاني مزارع او صاحب مشتل وهم مستنين السؤال الاهم. الباكت فيه كام حبه وسعره كام؟ الباكت فيه 6000 حبه وسعره كان السنه اللي فاتت 4000. 6000 مش 5000. 6000 اه، لانه اعتقد 0.23 5000. فانتوا متميزين في 1000 حبه زياده. تمام، 1000 نبات زياده مع السعر الاقل. الاقل كمان 4000. الموسم اللي موجود الماضي السنة دي بقى بكام؟ هتقول لي اصل الدولار بقى الله اعلم. ماشي حاج محمود، الله يخليك، الله اعلم. طيب لو مزارع حب يلاقيه دلوقتي هيلاقيه عندكم ولا هتقولوا له احجز للسنة الجاية؟ لا موجود، موجودة البذرة حاضرة يعني. ما حصلتلوش مشاكل ندوة امراض؟ بص اقول لحضرتك، اي صنف لو فيه اهمال في الرش بيحصل مصيبة. مفيش اهمال والرش ماشي على حسب البرنامج الموضوع، مفيش اي مشكله. سالت حضرتك بالنسبه لنوع من الفلفل البارد، قلت لك الفرق بينه وبين فلفل ولاد العم، يا ترى الشلف لايف اطول والصلابه والى اخره، قلت لي بيبقى صنف ومعاملات. يعني لو الصنف كويس والمعاملات اختلفت بيديني انتاجيه طبعا تعبانه. بالظبط، وده اللي انتوا بتركزوا عليه في برامج الدعم الفني بتاعتكم. اكيد طبعا، اكيد طبعا. ده صنف حريف سينا معروف على مستوى مصر كله. اسمه ايه؟ حريف سينا. اسمه كده، اسمه حريف سينا. اه، ده من الاصناف المتميزه اللي هو اللي هو الحر جدا جدا الحر. ده اللي يطير العقل. ايوه بالظبط، الاصناف المتميزه على مستوى مصر. بتضايق بالله، اديني طبق بارد كده لو سمحت، الفيديو ده طبق بارد. 0.17. والبلد الصغير ده صنف اسمه 122. 122 ما بتكبرش عن كده حبيت الفلفل؟ ممكن تكبر عن كده شويه في الفتره اللي جايه. اه، ده صنف 0.17. وعندكم خيار كمان؟ ها، ده خيار. ده صوب ولا بلدي؟ خيار كريستال. ده ارضي. اه، ارضي. خيار ارضي. اه، مكشوف يعني. خيار كريستال مكشوف. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، يعني فاجئني بالفعل، عرفته من اسمه 028. قبل ما اشوف الاسم شفت الحبايه وسالتك، قلت لك هو ده 023، قلت لي لا ده 028. فانا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي قدمناها للمزارعين ومشاهدي قناه الارض، وانا من جهتي محمود البرغوثي اشكركم، والى فيديوهات مقبله على خير. بشكر المهندس محمد اديب، مدير عام الدعم الفني في شركه نيو ستارز للبذور. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام.